السنسور للتشيك على درجة الحرارة. لو شيكنا مع بعض طبعا على درجة الحرارة الخارجة من الجريلا ما شاء الله تبارك الله 14 درجة مئوية، 14 درجة مئوية. نشوف الجريلا الثانية 14 درجة مئوية ما شاء الله تبارك الله، 17 درجة مئوية، 18 درجة مئوية، 18 درجة مئوية. يعني ما شاء الله تبارك الله الكفاءة التبريدية من الجريلا.